فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز هذا، التوسل بجاه الرسول هذا لا يجوز، لأنه غلو ووسيلة إلى الشرك. نعم، لكن التوسل باتباع الرسول، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين، توسل باتباع الرسول لا بجاه الرسول. نعم.